فتح بالبركات والخيرات العظيمات والمنن والعطيات وصلاح الظواهر والخفيات وارتقاء عليه المقامات والدخول في دوائر أهل العنايات والرعايات وأن يكتبن لكم كمال السعادات يبارك وفادتكم إلى بلدة تريم يدق الله أمر الشيخ ياسر يتولاه في الباطن والظاهر ويجري له على يده الخيرات الكثيرة والمن المتواتر وأن الله سبحانه وتعالى من بالفتح وبالمنح وبالنجح وقرة عين سيد الكونين والسلف الصالحين والاستقامة على منهاجهم والاستضاء بسراجهم والرقيب أنوار معراجهم مع السلامة من كل سوء والنفع وانتفاع وحسن اتباع وخير يعم البقاع والدفع لجميع الشرور وصلاح لجميع الأمور ومن هم صالحون في مجالسهم وفي طلبهم للعلم في تعليمهم وفي أخذهم المباني وفي ترتيباتهم لشؤون التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع وما حاضر بحكم الله من صالحين يدعوكم الأمة أجمعين وإلى حضرة النبي يا ربي صلي على محمد خير الورى جميع المحامد يا ربي صلي على محمد خير الورى جميع المحامد يا ربي صلي على محمد الطهر سيد كل ساجد يا ربي صلي على محمد الطهر سيد كل ساجد يا ربي صلي على محمد زين الوجود أجل عابد يا ربي صلي على محمد زين الوجود أجل عابد يا ربي صلي على محمد وامنح وصفي لنا الموارد يا ربي صلي على محمد وامنح وصفي لنا الموارد يا ربي صلي على محمد وجد ووسع لنا المشاهد يا ربي صلي على محمد وجد ووسع لنا المشاهد يا ربي صلي على محمد وأعطنا السولى والمقاصد يا ربي صلي على محمد وأعطنا السولى والمقاصد يا ربي صلي على محمد والآني مع الصحب الأماجد يا ربي صلي على محمد مع صحبه الأماجد وصلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك أزكى الأنبياء السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك دائم لا غطاء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك بالسماء السلام عليك السلام عليك طه
الغمامة السلام عليك السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام على الخلاصة من تهامة السلام عليك السلام على البشر بالسلامة السلام عليك أصلح لنا الأحوال وارحمنا الرداء واصلح شؤون المسلمين وعافهم وتولهم وادفع شرور من اعتدى يا ربي واجمع شملهم والطف بهم وانصر بهم دين النبي وأيدا يا الله
واغفر ذنبنا وانشر بنا في الكون أنوار الهدى وانظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجارا واشفنا من كل داء من اليقين من كافنا واحمنا واحم حمانا واكفنا شر العداء واقض لنا الحاجات أجمعها وزيد يا واسع الإفضال منك محامدا ربنا الأعمار بالحسنى وبالفردوس فاجمعنا بطه أحمدا وبمقعد الصدق نشاهد وجهه بحضائر القدس منازل شهداء وبجاهه يا ربي فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء وبجاهه يا ربي فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء وبجاهه يا ربي فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء وأدم صلاتك والسلام عليهما بصباب الفتح أو حاد حدا والأهل أهل الطول وصحب الكرام وتابعين بحبيبك الطور اقتدى ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.